يُصَلَّى لَهُ فِي اسْمِهِ وَأَوْ يُنْسَى لَهُ فِي أَثَرِهِ
لأنه المطبع يتغير ولا يتغير، لأنه كل ما من الكتابة فلا يزال فيما كتب وقدر ولا ينقص. جف القلم بما رفعت الأقلام كتبت أصبح. هذه المجموعة الأولى تتذكركم يعني قبل بما ذكرنا، لأننا طولنا بآية المعروف فصار الدين معلق بآية المعروف. طيب، والمجموعة الثانية تدل على ماذا؟ نحو القدر. المجموعة دي
طيب. البراءة من الكتابة وعدم الزيادة في النقصان. المجموعة الثانية وقوع المحو والتغيير في المرأة. نقول لا تعارض بين النصوص بحمد الله عز وجل، شأن ما شأن سائر النصوص الصحيحة التي قد يتوهم من ظاهرها التعارض. نجد بأنه لا تعارض، إذا كان صحيحا فالتعارض بينئذ يكون في ذهن المجتهد، في ذهن المجتهد وليس في النصوص ذاتها. ولذا فقد حمل أهل العلم كل مجموعة من النصوص على مدلول لا يخالف المجموعة الأخرى. حملوا كل مجموعة من النصوص على مدلول ومفهوم ومعنى لا يخالف مدلول ومعنى ومفهوم المجموعة الأخرى. وقد سلكوا في ذلك مسلكين، سلكوا في ذلك أحد المسلمين. فبعض أهل العلم أخذ بما دلت عليه المجموعة الأولى. ما هي المجموعة الأولى؟ نعم، وجعلها عامة في جميع التقادير. ماذا نقصد بالتقادير؟ مرت معنا أخذنا أنواع التقادير، ماذا نقصد؟ العربي أو البشري الأول تقدير الأول وهكذا. جيد، قال إنها عامة في جميع التقادير وكلها لا يقع فيها إيش؟ لا يقع فيها التغيير والمحو. طيب كيف يجعل المجموعة الثانية؟ تأول خصوصا المجموعة الثانية تأولها بما لا يخالف المجموعة الأولى. فأول مثلا البسط والزيادة في العمر في البركة فيه. قال المقصود ايش؟ البركة، ليس زيادة حقيقية، وإنما المقصود أنه يبارك له في رزقه ويبارك له في ايش؟ في عمره. وبماذا أجابوا عن آية النحو؟ الذي هو سيدي الذي فقد الله أحسن، يعني أفضل المقادير عن إيش؟ آية عموم آية، أفضل المقادير عن عموم آية. إذا هذا القول الأول، ما هو القول الأول؟ أنه أخذوا بما دلت عليه المجموعة الأولى وجعلوها عامة لجميع التقادير، وتأولوا أحاديث المجموعة الثانية. هذا واضح؟ القول الثاني، بعض أهل العلم جعل نصوص المجموعة الأولى متعلقة بالكتابة الأولى، التقدير الأول الذي في اللوح إيش؟ الذي في اللوح المحفوظ. فما كتب في اللوح المحفوظ فلا يتغير ولا يتبدل ولا يقع فيه المحفوظ، لا، لأنه كتب مطابقا لما في عند الله الأزلي الذي لا يتبدل ولا يتغير. وهؤلاء جعلوا نصوص المجموعة الثانية متعلقة بماذا؟ النصوص الأولى متعلقة بالكتابة الأولى، وقلت لهم التقدير الأول. طيب المجموعة الثانية تكون متعلقة أحسن بالتقادير والكتابات التي بأيدي الملائكة. حملوا المجموعة الثانية التي يقع فيها التغيير والنحو كذا، حملوها يعني جعلوها متعلقة بالتقادير والكتابات التي بأيدي الملائكة، فهي التي يقع فيها النحو والتغيير. وعلى هذا القول تكون نصوص المجموعتين كلها على ظاهرها، على ظاهرها. أي قول يرجح؟ ها؟ الثاني، ها؟ الثاني لأن فيه إعمالا لجميع النصوص على ظاهرها، لأن فيه إعمالا لجميع النصوص على ظاهرها، بخلاف المسلك الأول، فإن فيه تأويلا لبعض النصوص على غير ظاهرها.
البركة فيها، مع أن هذا لا يفعله من أشكال. ليش؟ هم يتأولوا نصوص الزيادة في الرزق والأجر ونحوها بالبركة فيها، فنقول إن هذا أيضا مع كونه يخالف الظاهر هو أيضا لا يفعله من الأشكال. ليش؟ لأن البركة هي مقدرة مكتوبة، لأن البركة مقدرة فلا يخرج هذا من الإشكال، فالبركة مقدرة قد فرغ من تقديرها في الأزل كما الحال في الرزق والعمر، وهكذا إفراد المقادير عند كل آية معلومة وتخصيصها بما سوى المقادير عن ظاهرها، لأن ظاهر الآية العموم كما أشرنا. وأما ما أُثر عن بعض السلف من التخصيصات للآية، التخصيص للآية بالشرائع، فمحمول على أنه من باب التمثيل إلى التمثيل. من باب إيش؟ التمثيل، وهذا سائر عن السلف، يفسرون الشيء بالمثال. فهو من باب التمثيل إلى التمثيل. وأنه من تفسير اللفظ العام لبعض أفراده، واختلاف العبارات في ذلك إنما هو اختلاف تنوع. ثم إن بعض ما وصفت به الآية لا يفيده من الإشكال. لماذا؟ يعني حينما يخصصون الآية بشرائع يفيده من الإشكال؟ لماذا؟ كما قلنا في البركة، لأن لا يرفع الإشكال، لأن الشرائع مقدرة أيضا، الشرائع مقدرة، حتى الناس والمنسوخ مقدرة أيضا، فإذا جاز عليه المحمول جاز على بقية المقادير. واضح هذا؟ ولهذا يقول الشوكاني رحمه الله: ولا يخفى أن هذا تخصيص العموم الآن لغير المخصص، وأيضا يقال له إن القلم تخصيص الآية في بعض المقادير، هناك تخصيص الآية بما سوى المقادير، لكن تخصيص الآية في بعض المقادير كالذين أخرجوا عن منها الشقاوة والسعادة والنجاة، نقول هذا نوع تحكم وليس عليه دليل، هذا نوع تحكم وليس عليه دليل، بل الدليل على خلافه، بل الدليل على خلافه، وقد جاء ما يدل على الزيادة في العمر والرزق، وهم قد خصصوا هذا. وعد كان يدعو الله عز وجل ان كان كتب في شرف من اهل الشقاوة ان يبقاه الله عز وجل ويجعل ان يكون الله عز وجل ويجعله من اهل السعادة. وعليه على هذا ما كتب في اللوح المحفوظ لا يتغير ولا يتبدل عن ما كتب في اللوح المحفوظ لا يتغير ولا يتبدع الأنفاق. قول أكثر أهل العلم، وإن كان من أهل العلم الشوكاني من قال حتى اللوح المحفوظ يقع فيه التغير والتبديع، يعني هو داخل في قوله تعالى إن الله من شاء، لكن الصحيح أن ما في اللوح المحفوظ لا يتغير ولا يتبدل، فلا تشمله نصوص المحفوظ في التغيير، وعليه تحمل أدلة المجموعة الأولى سبق المقادير والفرع من الكتابة، كقوله صلى الله عليه وسلم: رفعت الأقلام وجبضت الصحف. ويدل على هذا أن لا يقع فيه نعم جهل، لأنه يعني ما هذا التغيير الحاصل في كتابة
أيضاً استدل به أهل العلم على أن المثل لوح محفوظ لا يتبدل ولا يتغير. الله تعالى بل هو القرآن المجيد في لوح محفوظ على قراءة الخفض في محفوظ. قال الطبري عن الآية على هذه القراءة: في لوح محفوظ من الزيادة فيه والنقصان منهم عما أثبته الله عز وجل. إذا ما في لوح محفوظ لا يقع فيه تبديل ولا تغيير على هذا المنصف ليش؟ المجموعة الأولى. أما ما في صحف الملائكة فيقع فيه الحق التغيير، يعني مثل التقدير العمري، التقدير الحولي من ذلك، وعليه تكمل آية المحفوظ وهي قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويكتب عنده أم الكتاب، أي يمحو الله ما يشاء من المقادير ويثبت، وعنده أم الكتاب الذي لا محو فيه ولا إثبات. وعلى هذا القول طبعا هذا على القول بأن المراد وعنده أم الكتاب لوح محفوظ، لأن فيه خلاف، لكن أنكر المفسرين على أن المراد في قوله وعنده أم الكتاب في هذا الموضع كتاب. إذا ما كان في صحف الملائكة سواء لتقدير العمري أو الحولي فإنه يقع فيه التغيير والمحو والإثبات، وعلى هذا القول كثير من أهل العلم. ففي صحف الملائكة تكون زيادة العمر والبسط في الرزق ونحو ذلك، إذا انعقدت أسبابها، إذا انعقدت أسبابها. وذلك كله مكتوب في اللوح المحفوظ، كل ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ، الله تعالى كتب السبب والمسبب. والملائكة لا تعلم ما في اللوح المحفوظ، الملائكة لا تعلم ما في اللوح المحفوظ، فالتغيير والمحو في علم الملائكة وكتابتهم لا في علم الله وكتابته. المحو والتغيير في علم الملائكة وكتابتهم لا في علم الله تعالى وكتابته. في كلام جميل للقرآن من الغذاء والتنفس في الهواء، ورتب له 20 سنة أخرى مرتبة على هذه الأسباب وصيغتها، وعلى هذه الأسباب، يعني كما أن الغذاء والهواء أسباب في أن يصل إلى عضو معين، كذلك أن صيغة ما تسبب على الله عز وجل، الذي جعل هذا وهذا أسباب هنا هو الله عز وجل. يقول: وإذا جعل الله تعالى أسبابا أمكن أن يقال حقيقة، كما نقول الإيمان يكثر الجنة والكفر يكثر النار. ومتى علم المكلف أن الله تعالى نصب صلة الرحم سببا لزيادة النسأ في العمر بادر إلى ذلك، كما يبادر باستعمال الغذاء الغذائي وتناول الدواء والإيمان رغبة في الجنان ويكون الكفر رغبة من الدراء. وبقي الحديث على ظاهره من التأويل يقل بالحديث على ما تقدم، وكذلك القول في الرزق حقا بحق، وكذلك نقول الدعاء يزيد بالعمر والرزق ويشفع الأمراض ويغفر الآجال وغير ذلك من الآجال شرع به الدعاء، فهو من القدر ولا يضل شيء من القدر، بل ما رتب الله سبحانه مقدورا إلا على سبب عليم ولو شاء لما رتبه. مما يدل يعني بشواهد وقوع التغيير والمحو في المقادير التي تلي التقدير الازلي ما رواه الترمذي وغيره من عند ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم
تقدير البشر، صح ولا لا؟ طيب، أراه الله عز وجل تربيته، يقول: فإذا كل إنسان مكتوب عمره بين عينيه، فإذا فيهم رجل أقواهم أو من أقوامهم، قال: يا رب من هذا؟ قال: هذا يملك له قد كتبت له العمر 40 سنة. قال: يا رب زده في عمره؟ قال: ذاك الذي كتب له. قال: يا رب إني قد جعلت له من عمري 60 سنة. قال: أنت وذاك، يعني وقع تغيير الآن، أنت وذاك. قال: كل ما أسكن الجنة، الجنة ما شاء الله، ثم أهبط منها. فكان آدم يعد لنفسه، كان آدم يعد لنفسه. قال: فأتاه ملك الموت، فقال له آدم: قد عجلت، قد كتب لي 1000 سنة. قال: فلا، ولكنك جعلت لابنك داود 60 سنة. فجحد فدخل ذريته ونسي فنسي ذريته. قال: ففي يومئذ أمر بالكتاب والشهود. وروي أنه كمل لأنه أكمل لآدم عمره لداود إيش؟ عمره. الحاصل أنه وقع إيش؟ جهات التقدير للبشرية. طيب، القضية المهمة التي يقل التنبيه عليها أو الإشارة إليها في هذا السياق، وهي يعني أحيانا نستشكل قضية زيادة العمر، لكن لها نظرة ولا تستشكل عند كثير من الناس، يعني نظير زيادة العمر والرزق في سنة القدر، وكذلك أثر الدعاء في تغيير القدر، نظير ذلك ما جاء في النصوص الشرعية من ذكر آثار الطاعات وكونها سببا في حصول ما رتب عليها من الآثار. هذا ما في تغيير القدر، كقول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يعني اتقوا الله ويرزقكم من حيث لا يحتسب. فقلت: استغفروا ربكم انه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم باموال وبنين وجنات ويجعلكم انهارا. لو لم يكن هذه الطاعات اثر في حصول هذه الاشياء ما امر بها، كلنا. فتغير القدر بصله الرحم نظير حصول آثار الطاعات بناء على وجود هذه الطاعات، حصول آثار أو موكب على هذه الطاعات بناء على إيش؟ وجودها. فالله عز وجل جعل هذه الطاعات أسبابا مؤثرة في حصول آثارها، وحتى عباده على فعلها، وعلم جل وعلا من يقع منه تلك الطاعات ومن لا تقع منه، وكتب ما يقع في اللوح المحفوظ، لكن لا يلزم من ذلك علم الملائكة بمن يقع منه ذلك، إلا بعد وقوعه أو بفضل الله عز وجل له بذلك. فإذا علمت الملائكة بوقوع تلك الطاعات ولم تكن مكتوبة في صحفهم، كان المعروف التغيير بلا معنى، يغفر له، يرزق البنين والأولاد ونحو ذلك مما رتب على هذه الطاعات. ونوح عليه السلام يقول: أن اعبدوا الله واتقوه واطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. واضح هذا؟ طيب، إن قيل ما الجواب؟ نحن نقول الآن أن المحو والتغيير يقع في كل شيء، أليس كذلك؟ بما في ذلك إيش؟ الأجل، صح ولا لا؟ طيب، ما الجواب على النصوص الدالة على أن الأجل لا يتقدم ولا يتأخر، كقوله تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستقرون ساعة ولا يستقرون، قوله جل وعلا: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء
نقول الآن أنه ممكن يوفق صح ولا لا؟ لكن هذه لا يتم أنه لا يتقدم ولا يتأخر من توافق عنها. Thank you.
فيقول يا رب شقي أو سعيد فيتبع فيقول أي ربي أذكر أو أنت فيتبع ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه ثم على الشاهد ثم توصله فلا إزالة فيها ولا يأس ثم توصله صحر من؟ فلا إزالة فيها ولا يأس هذا يهدي كل ما قلنا ما الجواب على فلا يزال فيها ولا ينقص قد يتوهم بعض الناس حتى ضعف
لا يزيدون على امر الله شيئا ولا ينقصون منه شيئا، بل يكتبون ما امر الله عز وجل كما هو. واضح هذا؟